أرجو شرح كيف أخذنا طقس الصوم من جهة عدم أكل شيء به روح أو من روح، ثم السماح بأكل السمك. طبعا قوانين الكنيسة ذكرت أشياء كثيرة، لكن الصوم النباتي معروف من أول ما ربنا خلق آدم. آدم كان بيأكل أكل نباتي جوه الجنة. اقرأ كتاب روحانية الصوم اللي أنا عامله، تلاقي فيه فصل كبير عن الطعام النباتي وأصله وتاريخه. حكاية السمك، ما هو السمك مش نباتي، السمك مش نباتي لأن السمك أكل حيواني. تحاول تفسرها يمين شمال، هو حيوان حيوان. لكن صرح بالسمك في الأصوام اللي من الدرجة التانية، على اعتبار أن الأصوام بتاعتنا كترت بقت حوالي 3/4 السنة، فتخفيفا صرح بالسمك، لكن ليس هو القاعدة. القاعدة نبات يعني نبات. وكمان عشان الناس اللي بيحتاجوا يقولوا البروتين الحيواني والأحماض الأمينية الرئيسية ويتعبونا في الكلام ده، أهو اللي عايز يأكل سمك بيأكل سمك في بعض الأيام، لكن ممنوع في الأربع والجمعة وفي الأربعين المقدسة والحاجات اللي زي دي، يعني صوم يونان، الأصوام المدرجة الأولى.